السلام عليكم شباب، شلونكم؟ عساكم بخير. معاكم فيصل العاصم، جايب لكم اليوم مقطع بسيط حق ماوتن بليد وور باند. اليوم الأغنية الحزينة هذه راح ننتقم من السويد، راح نقضي عليهم اليوم إن شاء الله. هاي خطتي اليوم، إني أمحي السويد من الخريطة. حسبنا 3 قلعات عندهم، ولا 4، واحدة اثنتين ثلاث، 3 قلعات عندهم، راح نمسحهم. عندهم واحدة ورا بعد، هذا راح ياخذها القائد اللي المفروض قاعد ياخذها الحين. شوف صايرة هوشة مني، كاتبين لك شوف بين لورد دورا مع الكسل. الكسل ما فيها قائد اصلا، ف المعركة محسومة، راح ياخذ القلعة اللي هو. فاحنا راح نمشي قدام وناخذ القلاع الباجي بجيش اللي عندنا. شوف هذا، هذه الجيوش. ايه عندي جيش قوي والله. يا راح نخلصهم بسرعة بسرعة، حتكون حلقة قصيرة. 3 قلعات راح ناخذهم ان شاء الله، ما يصير شيء مفاجئ، شيء كذي واحد يعني الحرب عليه او شيء شيء مش كويس. سويد كندوم سويد اوفر يو، خلينا نعطيهم قالتهم خلاص، ما يبي نخسر اون اونر يعني شرف، ولا بنخلص منهم احنا اصلا خلاص. بس شوف قاعد يطق مع قوي، شفت تلحقني؟ لا ما يلحقني. ندش القلعة حقه، حاصره واحد تو قاعد بالنوم، يبي ايش يسمونه. اوه يو فزعه، عقب اقب 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 ام دي، ما طقوا معي، ما يولي انا يروح قاعد القلعة اللي ورا. ها القلعة اللي ورا، ابيعهم كل قائد خاص. انتم الحين من الخريطة، الحين من الخريطة. اليوم انا، اليوم يا انا يا السويد. ما حتخلص الحلقة الا لما نمحو السويد بالخريطة. حلقة طولت. كندوم في نورد هاز ديتكتد وور اجينست كندوم في السويد. نورد قاعد يطقون السويد، well عادي يطقون السويد. السويد بقى منهم شيء يطقونه اصلا. احنا راح ندش حرب مع النورد اتوقع، لان قاعد اخذ قلاع انا من صوب النورد. هاي كانت مالت النورد اتوقع، راح اشرح لكم بعد شوي. بس خلينا ندش الحين المعركة، راح اشرح لكم طريقة شلون شنو. اوكي ايه قلعة عجيبة صدق، طلع المكان عجيب. أول مرة ألعب ضد يعني أروح المكان هذا. أوتشوكتي شغالين عليهم، وين واقفين الأوتشوكس؟ بعيد خيبهم قدامني، عشان يصير محب خلاص. إيه بشتري سلاحي، قالوا أغير سلاحي، أغير سلاحي. خلينا نشوف شنو السلاح المناسب. باخذ أعتقد بدور سلاح أبيه أنا، هو طح دبل كيل ولا شنو في شو اسمه سلاح انا ابي حلو، اللي هو يا اخي نشيل ذول بس، اللي هو الاكس ثرونج اكس. بس شنو يصير تطق فيه، يعني تحذف وتطق نفس الوقت. فهذا السلاح اللي انا ابيه، ان حصلته على طول راح اخذه. راح اخذ لي بعد شو اسمه اللي هو مثل رمح سبير، راح يكون سلاحين عندي، سبير مع الثرومنج اكس وشيلد، ويمكن اخذ لي ثرومنج ثاني. يعني عندك 4 اشياء، راح اخذ سلاحين ثرومنج وسبير. ايش رايكم بالتشكيله هذه؟ يعني راح ادور الاسلحه هذه برا التسجيل عشان يمكن ما القاها على طول، فراح ادورها برا التسجيل. الحلقه الجايه راح تكون عندي ان شاء الله، ان شاء الله يعني ما حد يحارب علي، يعني راح يكون سلام. عرفت شلون؟ ما حد يحارب علي ان شاء الله، وقاعد ادور. لا 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 خلنا نصور بعدنا. انا اللي جرب بسلاح يعطيني رايه فيه. قاعد انطق انا، مات مات ما مات. هذا ابو ولك شو شو معلقين شو شو بس خش قلعة، ترى وايد عجبتني. مكان حق الارتشرز وكذي، جنة عط على راسه شي عادي، لكن يعني مكان حلو شكله. شرير ودش ربعي خلاص. هيت شوت خذ، كلت على قفاي. سويت انا موفمنت. لا لا تشارج تشارج يبا الارتشرز، لا تشارج الارتشرز، رد ورا رد ورا الارتشرز. انا دشت قدام،
سيفك. عاش الدش اول ناس المهابيل. اوكي زين، انا اشتاق حق البو وايد، لكن عشان نغير طريقه اللعب يعني. راح اشتاق حق البو وايد، راح اتعود على الثرون بس بعد فتره عادي. ما حد يشيل دول بثرون يعني، ثرون قدام جمال اعلى. لك زحمه خلاص وخروا عني، بدش اسحبهم ورا. شارك، لا شلون اسوي شارك. هولد بوزيشن. لا لا لا، قاعد ورا قاعد ورا، تدشون وين اللي ورا دشون. اقدر اكلم ذول اقول لهم ردوا شويه بدش انا. يا انت يا هي. يا الله طال الفيجاس عجيب، تشوفه شكلي بخلي معاك حق حق اللي معاي. ما اقدر ادش طال الزحمه، اقدر اردهم كلهم، لكن انت كم باقي ناس ديري؟ باقي انميز وايد بدش انا. شنو كلكم ردوا ورا، يلا كلكم نزلوا تحت، يلا بشوف شلون كلكم نزلوا تحت. وخر القائد بدش، القائد بدش وخر. والله قاعد ورا ورا، كلكم ورا ورا تحت، يلا قائد بدش، قائد بدش. يعني محنش معصب وخر. بس لا لا لا، اطيح 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 اطيح. بس بس كلكم شارك. دشيت خاطر انسجم. انا ما اشوف ما اشوف، قاعد اشوف يعني اطلع من فوق. انا ما اقدر اطلع بس يعني. يا هني حالة السلاح يكون صغير قصير يعني، عشان تقدر تطفي. قاعد فوقهم وطق، شوف. قاعد اقعد قاعد اطق احد انا ولا؟ ما اعتقد. لا لا بموت 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 بموت. ما قاعد اشوف شو يصير، لكن انا طقيت حيل، عرفت شلون؟ غير مكاني وغير مكاني. صار هاي الزحمه المكان هذا. انا اسف. لا اموت، ماسك درعي ترى الحين، انا واقف نص الزحمه. ما في دخله، انسى انسى الزعل. لا 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 لا، ابى اطلع والله خلاص. اموت 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 اموت. طيش طيش طيش، دغب 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 اح دغب دغب داو. يا ابن داو. شنو هذا؟ زين زين، سحبناهم سحبناهم. شي احسن شي احسن شي احسن. ها 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 ها. اوكي هولد هني. ايش تبي ايش تبي ايش تبي ايش تبي؟ خطيت طقتها عن صاحبي. موت. تعالوا نشيل هذا. انا على الوقت فيها. طق طق. ايوه. اح تشاوت. ما
بس خلاص قاس الارشز اللي ادري انا يعني. ثم الخطر الحقيقي اصلا على الجيش. هنساعد الحين. شلوهم بسرعة، دشوا عليهم دشوا عليهم. كانت معركة وخرت من هيلثي وايد، بس عندي كتاب الهيلينج فراح هاي العاطفة. شنو ما قاعد اصوب، قاعد اموت قاعد اموت، ما داعي خسائر على معركة مثل هذه. صار شيء ما شنو. ايه لفل لفل منو انا؟ انا لفلت لفل منو الليات. اس اس الجيش كان جدا يعني مدربين، لان اخير جيوشهم الحين خلاص الصف الاخير من الجيش يعني، عرفت شلون؟ ذول اللي قاعد ابحث ربعي اخاطر ولا لا؟ ما يحتاج، كنت بنط عليهم نطة من انط اصير دوق فليت. من يعرف دوق فليت؟ هذا كلانديزر غزة الوجه. يلا يلا دوق فليت انا معك. وين هذا؟ خلصوا؟ خلصوا زين. خسرنا شوية خسائر لكن القلعة توقع ياها امداد وايد يعني من شو اسمه. اوه كل ربعي وند تشوف، لازم اريح. وايد عندنا اصابات. سكيب كلهم سكيب. شوف كم قائد ياهم وياهم، خمسة من ستة. بس اقدر اطور يعني الحين وايد. اوكي طور كل اللي عندنا وغيح شوية عشان الوندد اللي عندنا. وندد يعني مصابين، عندنا وايد وندد. شوف لفل الجيش سولدمان كلهم. انا بعد لفلت، ما راح انا احط النقطة محتاج، لكن راح اشوف. ما احطها بالليدرشيب، ان انا الليدرشيب قاعد اقدر اشيل 254. ما اعتقد احتاج زيادة كلش. عندي كم قائد عندي شو كاطهم معاي، انا احذفهم بالقلعة صدق. وان تاون يعطى هذا عادي. حق ايش الداخل انا؟ صار اصلا يبون يتزوجوني ولا شنو يعني؟ ها اكيد هذه اخ كلكم مو حلوين. هذه عجيبه ليدي سونا ديل. خلينا نكلمها وكذي. شلون يكلم ولا اب فيصل اسم. I assume that you are the man of honor. Will you accord genital promotional lady such as My Minho right to return to family and not damn. ما ايش قالت؟ من انت اصلا؟ عمرها 19. كندم في السويد. من السويد. ما فهمت ايش قالت لكن. يقول لك I assume that you are a man of honor. Will you accord gentle born a lady يعني بنت توها والدة يعني صغيرة such ourself that tried to return to our families and not damn a rosam. اي كيك بتزوجني، المهم بتزوجني هاي حلوة. صار عندي ريليشن شيب معاها، شوف صار عندي ريليشن شيب معاها واحد الحين. ايش رايكم فيها؟ نقدر نغيرها عادي لو ما مو حلوه. لو تحلى منها اخذ واحده ثانيه، لكن صدقها من السويد. انا ما احب السويد لكن عادي نتزوج هذه، شكلها عجبني يعني. اوكي الحين يبون يتزوجون عقب ما صقعتهم. ايش كويسين. خلنا اروح هني هني ولا لا؟ اريح. خذ اللي ورا خذ اللي ورا. اريح بكامب ولا اريح بقلعة؟ خذ اريحيني. نطقنا احد بس ابي البادي جاردز حقوني يعني، هم اللي قاعد ابيع كل قائدهم خلاص بخلص عليهم الحين.
عشان قالتهم لو في علاقة يمكن زينة واحد شي يعني عنده غينون او السمعة عالية وايد ودش معانا شي زين يعني. شوف نحاش واحد من القادة اللي معاي ترى. دقيقة لا 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 منحاش يمكن بعته انا. اوكي اي كمل خلينا نشيك جيشي بس الحين. نحتاج اريح، لازم اريح. كامب ويت فور فيو اورز. الكامب يريح اسرع من انك انت تضرب بدون كامب، عرفت شلون؟ واحسن شيء تريح بقلعه اذا كنت تبي تهيل اسرع شيء يعني. ومو بس الهيلينج يزيد اذا كنت قاعد تريح. الهيلينج والتريننج تدريب الجنود. انت الحين تشوف وايد دربوا عندي جنود. راح اطلعوا برا التسجيل زي ما قلت عشان يعني ما ادوخكم بالتطوير وشي. القلعه فيها 136 سالات. احنا اكثر منهم حنشيكم شكل. بروبير تو اتاك هذا دوت. بقى ثنتين ونخلص عليهم. وهاي زين سلم سلات الى المعركة. اوكي عندك اف 2 لا لا شيء زيرو تشارج. الارشرز وين نوقفهم؟ مع ان ماكم هني ما ادري وقفهم هني مع ان ماكم كان زين هم فوق واحنا تحت. لكن شو نسوي؟ مع ان قاعد يطقون قاعد يشيلون منهم الارشرز والله. خلنا نسرع نبي نوصل 136 واحد فالمفروض يكون سالات. بوبو احسن قلعة حصين هذا وكتي. لو عندك ارشرز محترمين ما حيدش عليك. اخو عن راسي هذا شوية غاصة طالع. ايوه ايه خلاص احنا قاعد نطاق الحين ما قاعد نقول شيء. هنقول لكم عن الموت ما تسمعوني وتقص قاعد يسمعون كذي شو تسمعوني ما ادري. اوكي المود اللي انا مركبه رقم التحديث وايد ناس يسالوني عنه رقم التحديث 1.1.5.4 هذا مع المود. المود راح احط لكم رابط شرح تحميل المود بالدسكربشن. ماخذه من واحد اجنبي هو مسوي هو اللي مسوي المود يعني هو اللي حاطه. هو مو مود هو بس يغير شغلات بسيطه بال يغير شغلات بسيطة باللعبة. يغير أرقام يعني تقدر تغيرها بدون مود نفسك لكن لا تتعب بس نفسك يمكن تخرب شيء. هذا المود راح يحط لك إياها من نفسه. شو الأشياء اللي غيرها؟ الأشياء اللي غيرها تقدر تبيع الرهائن عند أي حانة أو مقهى ما شو اسمه القهوة حقهم. تقدر تبيعها عند أي قهوة مو لازم تنطر الشخص اللي يبيع الرهائن. ويعطيك أمو دبل أمو. ويعطيك شو يسمونه لما تشتري جنود من مكان الحانة يعطيك وايد جنود. يعطيك 50 60 ساعة 100 كذي تشتري جنود. شنو بعد يغير؟ يغير اسعار الاشياء. يغير اسعار كل شيء. يقلل اسعارهم شوية. بعد شنو يزيد الفلوس اللي تجيك. فهو مثل ما يسهل اللعبة لكن يسرعها. يخليك تجمع جنود بسرعة يخليك تجمع فلوس بسرعة كذي. لكن صعوبة القتال نفسها راح تكون. انا زايدها بعد وايد عشان اصعب اللعبة زيادة. خلصوا بس ما سويت شيء انا يعني القتال هذا بس قاعد برا والله عشان يطقون ذول. الحين شال لك اياها من هي. خل ركز شويه يا بعيد كم فوق شويه بعيد هذا وايد. من حوش انا ولا انا من يذبح اول ذبح قبلي السويديين السويديين بيجا وش هذا؟ اه ذبحت هذا عايو واحد واحد تعادل 2-1 انا اقوى منك وينك؟ ياي انا احسن سهام بالدنيا. انا ذبحت 2 هو ذبح 1 من اصل 3 يعني انا احسن. ياي انا اللي مش كويس حقك. مات لا مات صار. خلنا ناخذ ان جيشنا شوي ناقص الحين. هيا هيا هيا
هيا اي شيء عشان يعني راح يتطورون عادي، ما عدا اللوترز مع الباندت ما اسويهم هيا يعني، ما اوظفهم. اوكي هذا هو تطوير كامل، هذا تطوير كامل بعد، اخذه كله فيجر اوتشر، اخذه كله بس. الحين احنا بالسليم، ما عندنا اكل. خلنا ناكل، اشتري اكل. عاد هذا ايش كثر اشياء، اللورا دورا ما ايش اسمه، ايش نسوي بعد؟ خلنا هذا واحد ثاني بعيد ما حقدر ادافع عنها، يمكن خليه حقي، ما بيخليه حقي. يا لازم اخذ لي قاعدة زيادة، هذا يمكن يكون بعيد اللي هو اكواري مش اسمه، لكن كل الطرق تؤدي الى روما يعني، عادي يعني كلها نفس الشيء. النهاية راح اوزعهم، يمكن بغت تجي ادش اوزعهم بشكل احسن، يمكن اذا ما صارت مشاكل عادي نكمل. الحين ندش على هذه القلعة، طلع يسمونه النوت، راح نتعاوش معاهم النوت اشكره. شو شلون نظام الواحد راح يشيل عليك حرب؟ أوف، من قاعد ياخذ قلعتي؟ اي قلعة؟ قلت ما اخذ هذه؟ لا اي قلعة عائل، اذا قريبة يمدينا نلحق. اي واحدة ما ادري، معقولة من القلعة اللي داخل؟ ما اتوقع. anyway لو خذوها قد اخذها منهم مرة ثانية، ادعس خك. جاوني نفس القلعة عشان يغط وقت ساعات. اوكي راح امحيكم من الخريطة. سلام. قلت لكم تصقعهم يسوون السلام لازم. ما ادري هل اسوي سلام معاهم ولا امحيهم من الخريطة. نسوي السلام معاهم بس ما راح يطقم معي طول اللعبة. اصير طيب، بصير طيب عشان شيء واحد بس، ليش؟ البنت اللي احبها اللي بتزوجها. اشيل الحرب على النوت، شو اسوي بعد؟ مثل اللي ريد هوك، ريد هوك ادبتهم الحين ما احط جون نهاية، انا لا ادبتهم ما احط جون نهاية خلاص. اكسبت. ليف خليك ريال مرة ثانية. هاي نهاية حلقة اليوم، سوينا سلام بدل ما نحيهم من الخريطة، سوينا سلام معاهم. بحاول شوفوا قولي، هل اخليهم بروحهم خلاص اسحب عليهم ولا اشل حرب على النوت؟ ف اكتبوا لي رايكم شنو. ان ودي ادافع عنهم الحين عشان ما عشان يسمونه صديقتي، مو زوجتي بعد لحد الحين، هاي اللي البنت اللي انا احاول ابني علاقة معاها اللي ما ادري وين هي اصلا، ان كان راح تشوف تسجيل مرة ثانية وتشوف قلعة كانت. اوكي وعشان هذا يعني اكتبوا لي رايكم بالكومنت انتوا عاد. هاي حلقة اليوم، اشوفكم على خير، السلام عليكم.